الحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الأستاذ جليل على هذه الرحلة السريعة الممتعة في أمور معينة، حرص على أن يقف عندها في علاقة السيرة بواقعنا اليوم، وأن كثيرا من المشاكل يمكن معالجتها إذا تمت العودة إلى السيرة لننظر كيف عولجت عداك، فنستفيد من ذلك ونستضيء به. ثم كذلك في جانب المستقبل ألح على الأحاديث المبشرة بالغد الرائع لهذه الأمة، وهي كثيرة فعلا وهي كثيرة. هذا الحديث كله، هذه النقط التي عرج عليها الأستاذ، يعني أبدأ فيها نظره جزاه الله أفضل الجزاء، وهو عندي يسير بنفس النظام النظام الذي هو طيار في جميع أموره، لا أرى أنه يفسر. جميع ما يشتغل به بفضل الله تعالى يسير فيه بهذا المنهج الذي هو فيه له عين الصقر بفضل الله تعالى، ولكنه يرى أشياء كثيرة وبسرعة يتخذ منها موقفا رائعا سريعا، ومهتم بالواقع أكثر من أي شيء آخر، ولذلك غزير الإنتاج، غزير الخير، غزير بارك الله فيه. لكني أحب أن أقف عند بعض الأمور التي المهمة في كلامه. الأمر الأول هو أن مظاهر الاختلاف في الأمة التي أكلتها آثارها وجعلتها قصعة يتهارش عليها أصحاب يعني كلاب الدنيا ناحية العملية، هذا التشرذم وهذا الاختلاف يرجع إلى الأخذ بالفروع بالدرجة الأولى والإعراض عن الأصل. إذ الأصل كما كان أول مرة لا خلاف فيه ولا اختلاف عنده، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أولا القرن كما هو معلوم هو الجيل في لغة ذلك الوقت، وقرنه هو جيله صلى الله عليه وسلم، وجيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل تابع التابعين تسعهم المئة الأولى. ولذلك الاختلاف بين الأمة الذي أقض المضاجع عبر التاريخ ورسخ المشاكل، وكل من رفع راية لها عرق تاريخي بعد القرون الثلاثة، فهو عمليا يرسخ الخلاف في يطعن الأمة في العمق من الناحية العملية، يعني كارثة. الله تعالى قال هو سماكم المسلمين، كل من رفع اسما كائنا ما كان هذا الاسم فهو يحدث إشكالا في تاريخ الأمة. وللأسف وأدعو الأحبة إلى من عثر على هذا النص الذي قدر لي أن أراه لابن كثير، يقف عند مصطلح أهل السنة ويقول إنه حادث بعد المئة الأولى، وجاء في ظروف الاختلاف مع المعتزلة وغيرهم، وإلا فالأصل المسلمون وكفى. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، طبعا الله جل جلاله وليس إبراهيم عليه السلام كما هو عند بعض المفسرين، لا أبدا، هو واردة هناك في الآيات واضحة. فالرجوع إلى الأصل أصل، والعودة الآن إلى الوحي هي مناط حل الإشكال، الانطلاق من الوحي الخالص الصافي هو الذي يحل الإشكال عمليا. أما التجليات التاريخية
استعمال هذا الوحي والعمل به هي كلها من الناحية العملية لا تحل الإشكال، لا تحل الإشكال بحال. وسيقول التاريخ كلمته بعد، من باب البشرى ومن باب الإنذار أيضا. هذه الأولى أحسب أنها واضحة ولو بإشارة، والثانية هي أن السيرة هذه التي سمعنا الاستنباط منها لحل مشاكل الوقت والعصر وما نعيش والنظر إلى المستقبل، هذه السيرة الموجودة الحالية، فكيف يوم توجد السيرة التي تحتضن القرآن كله والسنة كلها وتزيد عليها ما تفضل به بعد مما قبلته الأمة، ما تلقته الأمة بالقبول؟ قد يعني الأمر يحتاج إلى دراسات لضبط المعايير التي على أساسها سيظهر هذا الشيء المستقبلي خارج دائرة الكتاب والسنة، النصوص في كتب التراث الأخرى. أما بالنسبة يعني السيرة، هناك يعني تركت فيكم ولن يتفرقا، في السيرة لا يتفرقان، في غيرها يتفرقان. هناك من يشتغل بالقرآن خارج دائرة السنة ومن يشتغل بالسنة خارج دائرة القرآن، ولكن السيرة يوم تعود إليها الأمة لتضعها الموضع الصحيح لتعيد النظر عمليا في الموروث بكامله، وتضع القرآن لأنه كان يتنزل داخل السيرة ما تنزل خارجها، يعني من غار حراء، من لحظة ديال غار حراء إلى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كل القرآن تنزل في تلك الفترة، في تلك المدة كل القرآن، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا كان في تلك الفترة. فإذا أمكن يعني بجهد جهيد بعمل علمي متين، يعني ترجيح ما يقتضي ما فيه النصوص يوضع مكانه، ما تحتاج إلى مقارنات وترجيح أيضا، ما كل يعني بعد يعني هذا أمر علمي باختصار، هذا أمر يحتاج إلى منهج علمي، أمر عادي معلوم لدى أهل المنهج العلمي كيف يمكن العمل بعد وجود النصوص وجمعها لنصل بعد إلى لتنخل تلك النصوص بكاملها التي تحتاج إلى النخل طبعا، لنحصل في الأخير على سيرة هي أفضل ما عرفت، يعني هي أفضل مما عرف قبل عمليا، وهي التي ستصبح محل الاستنباط أكثر والفقه، هي التي تحتاج إلى فقه السيرة حقيقة. فهذا أمر قادم، هو أيضا من الخير القادم. وقلنا إن الأمة حلت، يعني الإشارة واضحة، القرآن زمن أبي بكر رضي الله عنه وزمن عثمان انتهى الأمر بالنسبة للأمة. في الأول كان المجمع في صحف جمع، بعد ذلك كان على حروف جمع في حرف لسان قريش، انتهت القصة، بعدك بقيت يعني أمور هكذا بسيطة جاءت بعده. ولكن مباشرة خرج المصحف الإمام وزعت منه في الأمصار، نسخه في الأمصار، انتهت وحيدة الأمة. السنة أيضا جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقاد حملا لجمع السنة في زمانه ثم نشرها أيضا، وهو صاحب الكلمة المشهورة لا يموت العلم حتى يكون سرا. فمن هناك بدأت حملة جمع السنة بأشكال مختلفة، واستمرت القرن الثاني الهجري والوسط، فجاءت مرحلة يعني النصف الأول من القرن الثالث الهجري هو مرحلة الغربلة الضخمة التي ظهرت فيها كتب الصحاح وكتب السنن هو المرحلة الضخمة فعلا، وسبقت بجمع كبير وتصنيفات كثيرة سبقت، ولكن السيرة لم تمر بشيء من هذا.
ألف المؤلفون ولم تأتي الأمة في وقت لتقف وقفة جماهيرية كما يقال، جماهير العلماء طبعا لم يقفوا لم يقفوا ليبتوا في نص السيرة، لم يحدث هذا في التاريخ. والسبب بسيط، عمليا الأمة لم تنتهي في الوجود التاريخي، كانت تحتاج فقط إلى كيف تمارس، لا كيف تكون، تعيد كينونتها. الآن تحتاج إلى كيف ينبغي أن تعود. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تفضلوا.